بسم الله الرحمن الرحيم، موضوعنا النهارده هيكون عن جامعة الكليات العسكرية ومدة الدراسة بجامعة الكليات العسكرية. واحد، أكاديمية ناصر العليا، وتضم أكاديمية ناصر العليا كل من كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني مركز الدراسات الاستراتيجية، وتمنح درجة الدكتوراه في الفلسفة في موضوعات العلوم العسكرية الاستراتيجية القومية، ودرجة زميل كلية الحرب العليا لمن أتم بنجاح دورة الكلية، ودرجة زميل كلية الدفاع الوطني لمن أتم بنجاح دورة الكلية، ودرجة زميل أكاديمية ناصر لمن أتم بنجاح دورتي الحرب والدفاع. 2، كلية القادة والأرقام، وينظم الالتحاق بالكلية هيئة تدريب القوات المسلحة بعد التنسيق مع إدارة شؤون الضابط، ويمنح الخريجون بعد إتمام الدراسة بنجاح درجة الماجستير في العلوم العسكرية ودرجة أرقام حرب. 3، الكلية الحربية، وتقبل الكلية الحربية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية كل من طلبة علم علوم وطلبة علم رياضة وكذلك طلبة أدبي، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية الحربية 4 سنوات دراسية، أساسي إعدادي متوسط نهائي، وذلك خلال 3 أعوام ميلادية. ويتخصص الطالب في القسم النهائي في أحد 9 أجنحة مختلفة، وهي مشاة، مدرعات، مدفعية، إمداد وتموين، إشارة، أسلحة وذخيرة، حرب إلكترونية، استطلاع حرس حدود. وتقبل الكلية الحربية أيضا خريجي الجامعات المدنية مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، ومدة الدراسة بالنسبة لهؤلاء هي 6 أشهر، وذلك لتخريج الضابط المتخصص. 4، الكلية البحرية، وتقبل الكلية البحرية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية، وتكون مقسمة إلى 8 فصول دراسية. تكون الدراسة في السنة الأولى والثانية تخصص عام، وفي السنة الثالثة والرابعة تبدأ دراسة التخصص، ويتخصص فيها الطالب في أحد التخصصات إما ملاحة بحرية أو صواريخ ومدفعية، أسلحة تحت الماء، الإشارة البحرية. ويتخرج بعدها الطالب ضابطا مؤهلا يحصل على شهادة بكالوريوس العلوم بحرية وشهادة ضابط ثاني، وأثناء الخدمة بالتشكيلات البحرية يحصل على شهادة ضابط أول ثم شهادة ربان أعلى البحار. 5، الكلية الجوية، وتقبل الكلية الجوية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية 3 سنوات، وتكون مقسمة إلى 6 فصول دراسية، ويقضي الطالب الفصل الأول فترة الإعداد العسكري ومنها بالكلية الحربية، ثم يستكمل الدراسة في الفصل الثاني بالكلية الجوية، واعتبارا من السنة الدراسية الثانية يتخصص الطالب إما في فرع الطيران للطلبة اللائقين للطيران بتخصصاته المقاتلات، الهليكوبتر، النقل والمواصلات، أو فرع العلوم العسكرية الجوية للطلبة غير اللائقين للطيران بتخصصات الملاحة الجوية، المراقبة، توجيهات الطائرات، أو أفرع العلوم العسكرية الجوية للطلبة غير اللائقين للطيران بتخصصاته الملاحة الجوية، المراقبة الجوية، توجيه الطائرات. 6، كلية الدفاع الجوي، وتقبل كلية الدفاع الجوي الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية على مرحلتين، المرحلة الأولى ومدتها 4 سنوات دراسية. يتخرج الطالب بنهايتها حاصلا على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي برتبة ملازم أول تحت الاختبار. والمرحلة الثانية السنة التكميلية، ويستكمل فيها الطالب بعد تخرجه برتبة الملازم ودراسة المواد الهندسية لمدة سنة دراسية واحدة، ويحصل في نهاية السنة على بكالوريوس الهندسة شعبة الاتصالات والإلكترونيات من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. 7، الكلية الفنية العسكرية، وتقبل الكلية الفنية العسكرية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية، وتخرج الطالب بنهايتها حاصلا على شهادة إتمام الدراسة العسكرية وبكالوريوس الهندسة برتبة ملازم أول، ويكون له الحق في عضوية نقابة المهندسين المصرية. كما تمنح الكلية درجات الدراسات العليا الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الهندسة بشخصياتها المختلفة. 8، كلية الطب بالقوات المسلحة، وتقبل كلية الطب بالقوات المسلحة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالكلية 6 سنوات دراسية، ويؤدي الطالب التدريب وفترة الامتياز لمدة سنة
بالمستشفيات العسكرية التعليمية، ويتخرج الطالب بنهايتها حاصلا على إتمام الدراسة العسكرية وبكالوريوس الطب والجراحة بأقسامها المختلفة. 9. المعهد الفني بالقوات المسلحة. ويقوم المعهد الفني بالقوات المسلحة بإعداد الضباط الفنيين وتأهيلهم للعمل في منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة للخدمة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة. ومدة الدراسة بالمعهد 2 سنين ويسبقهما سنة تأهيلية بمركز تدريب المعهد، وتقسم الفترة الدراسية إلى 3 أقسام وهي الإعدادي، المتوسط، النهائي. ويتخرج الطالب بنهايتها برتبة الملازم ويمنح درجة الدبلوم الفني. عشرة، معهد ضابط الصف للمعلمين. ويقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الإعدادية والدبلومات، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع لتخريج ضابط الصف. ومدة الدراسة بالصف 8 شهور ومقسمة إلى 3 أقسام هي الإعداد، المتوسط، النهائي. 11. المعهد الفني للتمريض للإناث. ويقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية طلبة علم علوم من الإناث، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالمعهد 2 سنين، حيث يتخرج الطالب برتبة رقيب متطوع ويمنح درجة الدبلوم الصحي. 12. المعهد الصحي للقوات المسلحة. ويقبل المعهد الصحي للقوات المسلحة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية طلبة علم علوم من الذكور، وذلك طبقا لشروط وزارة الدفاع. ومدة الدراسة بالمعهد 2 سنين، ويتخرج الطالب برتبة رقيب متطوع ويمنح درجة الدبلوم الصحي. 13. كلية الضابط الاحتياطي. وبتعتبر كلية الضابط الاحتياطي هي الكلية المسؤولة عن إمداد القوات المسلحة بضابط من حاملي المؤهلات العليا بمختلف أنواع المجندين ومنشورات الالتحاق المجندين بالكلية. يجب أن تتوفر الرغبة لدى المجند في الالتحاق بالكلية. ومدة الدراسة بالكلية 6 أشهر وتكون مقسمة على مرحلتين، إعداد، نهائي. 14. الكلية العسكرية لعلوم الإدارة. والهدف من الكلية هو إعداد ضابط القوات المسلحة في علوم الإدارة وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بها. وترتبط هذه الكلية بإحدى الكليات الحكومية الخاصة لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لنظام الدراسة والامتحانات. 15. الأكاديمية الطبية العسكرية. وتتضمن الأكاديمية معهد الطب الطيران والفضاء العسكري، ومعهد الصحة والوقائيات العسكرية، ومعهد الطب البحري، ومعهد الطب العسكري. 16. وزارة الداخلية. وتضم أكاديمية الشرطة وتضم وزارة الداخلية كل من كلية الشرطة، وتقبل كلية الشرطة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة طلبة علم علوم وطلبة علم رياضة وكذلك طلبة أدبي. ومدة الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية. يتخرج بعدها الطالب ضابطا مؤهلا ويحصل على ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة. وتقبل الكلية أيضا خريج الجامعات المدنية مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم. ومدة الدراسة بالنسبة لهؤلاء هي سنة دراسية، وذلك لتخريج الضابط المتخصص. 2. كلية الدراسات العليا. وبتعتبر كلية الدراسات العليا هي الكلية المسؤولة عن إعداد الكوادر العلمية من الضابط الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة. 3. كلية التدريب والتنمية. وبتعتبر كلية التدريب والتنمية هي المسؤولة عن زيادة الخبرة النظرية والعلمية للضابط ورفع مستوى أدائهم في المواد الشرطية والعسكرية.